أهلا وسهلا بالجميع. اليوم عندنا درس جديد اللي هو Countries and Nationalities، فراح نحكي عن البلدان وعن ال Nationalities اللي هي الجنسية. So خلينا نشوف كيف درسنا اليوم راح يكون. So first راح نبدأ بال Nouns and Adjectives، راح نحكي عن الأسماء والصفات وراح نشوف ليش. Then we're going to look at prepositions and countries اللي هم أحرف الجر و the countries. Then common suffixes for nationalities. Suffix راح نشوف إيش هما النهايات تبعون الكلمات وكيف بينتهوا ال nationalities. شو آخر أحرف بتيجي فيهم. Nationalities in sentences راح نشوف كيف بيقدروا يجوا هما في جمل ووين في الجمل بيجوا. وبعدين راح نشوف ال practice التدريب. رح نعمل شوية تدريبات، وآخر شيء اللي هي ورقة العمل الإلكتروني اللي رح تكون الرابط تبعها بصندوق الوصف، تقدروا تفتحوه وتشوفوا شو فهمكم للمادة. أول شيء رح نبلش في nouns اللي هم الأسماء. So nouns can be people, places, things, ideas. يعني أسماء ممكن يكون أشخاص، أماكن، أشياء، أفكار. So countries are places, so they are always nouns. So countries هما أماكن, they are places, so هما دائما they are nouns. So let's look at the example. Brazil is famous for coffee. So here we have a country, it's a noun, and it is a noun. Over here, I traveled to Turkey last week. هنا كمان عندنا كلمة تركي وهو كمان noun، فممكن يجي كnoun كsubject، ممكن يجي كobject، يجي بعد preposition بعد حرف جر، يعني في الأماكن اللي بتيجي فيها الnoun عادة في الجملة. Then we're going to look at adjectives اللي هم الصفات. Adjectives describe people, places, things, ideas, etc. So describe معناتها إنه بيصف. So nationalities describe the origin of a noun, so they are always adjectives. ال nationality أو الجنسية, they describe the origin. شو معنى ال origin؟ معناته المنشأ. So دائما بيحكي لنا من وين المنشأ تبع ال noun. فهم دائما adjective, دائما صفات. Example: I love Brazilian coffee. هون عندنا ال noun coffee. عندنا ال nationality Brazilian. So نعرف إنه منشأ القهوة اللي هي من البرازيل. It's Brazilian. Second one, Maryam is Turkish. So Maryam here is the noun. و Turkish بصف بصف ال noun. يعني the adjective describes the noun Maryam. So we know Maryam is Turkish. يعني ال origin تبعها أو بلد المنشأ اللي هو تركيا. طبعا ممكن يكون ال nationality لشخص، يعني نحكي عن شخص، بس مش بالضرورة شخص، يعني ممكن يكون أكل، ممكن يكون كافي، ممكن يكون كار، ممكن يكون يعني بلد منشأ لإشي معين، مش بالضرورة يكون شخص. So prepositions and countries. Countries can follow prepositions such as from, in, and to, وكمان أحرف جر تانية. بس بالعادة بنشوف ال countries مع هدول أحرف الجر بكثافة اللي هم from, in, and to. For example, Fatima is from Morocco. من فدائما بنحط هون مثلا country. Yuan lives in China. تعيش في الصين. And I am traveling to Canada. أنا مسافر إلى كندا. So هذولا بعد من prepositions بنشوف يعني بنشوف ال countries بيجي معهم بشكل مكرر from, in, and to. وطبعا بيقدروا يجوا مع prepositions تانية أو أحرف جر تانية. common suffixes لل nationalities. هلأ شو هم ال suffixes؟ هم الأشياء اللي بينتهي فيها الكلمة. So for example, ish, is, an, ian, i. So للnationalities في أشياء مكررة من ال suffixes أو كيف بنتهوا فيها. So بدنا نطلع عليهم.
So أول واحدة اللي إيش مثلا في British, Turkish, Finnish يعني إذا الشخص أو الإشي من فنلندا, Polish إذا كان من بولندا. So اللي هي ال ISH بنتهي هذا suffix. في عندنا كمان ال suffix is اللي هو ESE زي Chinese, Lebanese, Japanese, Portuguese. طبعا Lebanese إذا كان من from Lebanon, لبنان. Portuguese إذا كان from Portugal اللي هي البرتغال. بعدين عندنا an اللي هي an, for example Korean, Mexican, American, Sri Lankan. فهدول اللي بنتهوا ب an أو أمثلة عليهم. في عندنا كمان واحدة ian, Indian, Brazilian, Palestinian, Armenian, Russian. وفي عندنا كمان في من الجنسيات بنتهوا بحرف ال i, for example يمني, عراقي, كويتي, إماراتي, عماني, باكستاني. هلا هدول من بعض السفكسز المكررين بالناشوناليتيز أو بالجنسيات, بس طبعا في جنسيات ما بتأخذ ولا واحدة من هدول السفكسز وفي إلها نهاية مختلفة أو بتتغير الكلمة تماما, بس هدول الأكثر أشياء الشائعة ضمن الناشوناليتيز. هلا بدنا نشوف nationalities in sentences كيف ممكن يجوا في الجمل. So nationalities are adjectives, زي ما حكينا هم صفات لأنهم بيصفوا منشأ, بلد المنشأ للشخص أو للشيء. So in the sentence they can come either before a noun, يعني بيقدروا يسبقوا الاسم. Example, I love Turkish food. So أجا هنا food وبلد المنشأ تبعها Turkish food يعني الأكل من تركيا. Or for example Palestinian people are friendly. هون عنا people noun وبصفها كلمة Palestinian يعني الأشخاص الفلسطينيين. So هون عنا قبل النoun أجو قبل النoun الadjective, سواء كان إنه بالobject أو بالsubject. هلا كمان بيقدر يجي الناشوناليتي بعد الفيرب تو بي اللي هم الاز الار والام, او سواء كانوا بالماضي اللي هو was or were. So for example my mother is French. So French تصف مين؟ تصف الناون اللي هي mother, بس اجت بعد الفيرب تو بي يعني بعد الاز. The students are Chinese. Chinese مين بصف؟ We are still talking about the students, بس هنا أجا بعد الـ verb to be. فعندي خيارين, بقدر أما أحط الـ nationality قبل الـ noun, أو بقدر يجي أحط verb to be وأحطها بعد الـ verb to be. يعني أحط الـ noun قبل كـ subject وبعدين أحط verb to be is or am, وبعدين أحط الـ nationality أو الجنسية. So خلينا هون نعمل practice تمارين. So choose either a nationality or a country for each sentence. بحسب كل جملة بدكم تختاروا يا أما الدولة يا أما الـ nationality. وطبعا حسب سياق الجملة, هل الجملة محتاجة adjective صفة أو هل هي محتاجة نعم. فبتقدروا هلأ توقفوا الفيديو تحاولوا تعملوا التمارين, وبعد ما تخلصوا ترجعوا تضغطوا وتكملوا في الفيديو. So خلينا هلأ هون نطلع على الأجوبة. So number one, Nancy is a Mexican student. فهلأ هون عندي أنا noun وهون عندي بدي adjective, فباخد Mexican عشان يصف ال student. So بختار Mexican student. Number two, the capital of America is Washington. So capital هون شو معناتها؟ معناتها العاصمة. So عاصمة بدها تكون لاسم دولة. وكمان أجا بعد preposition بعد حرف جر.
سو بعد حرف الجر بيجي عنا لازم يكون في عنا اسم أو اسم أو adjective بلحقه اسم يعني adjective a noun or noun. So the capital of America is Washington. Number three, my family and I are from Argentina. قلنا كمان بعد ال prepositions زي from برضو بنستخدم الدولة خاصة في from يعني أنا من نستخدم اسم الدولة. دبكة is a famous Palestinian dance. So هنا نحكي dance. The dance هنا a noun. وبدنا نصف الdance شو بلد المنشأ تبعها. فبحكي Palestinian dance. يعني هي رقصة فلسطينية. فتوش is a Lebanese dish. Dish معناتها زي يعني طبق يعني طبق من دولة. So بختار Lebanese. إنها طبق لبناني. And dish here is also a noun. يعني هذا اسم فبدي قبله adjective. Alright you guys. يعطيكم العافية. هذا كان درس اليوم. إذا في حدا عنده أي أسئلة أو ما فهم إشي ممكن يراسلني على lamao@hebron.edu. كمان بحب أذكركم أنه في عنا ورقة العمل الإلكتروني اللي راح تكون في صندوق الوصف تحت الفيديو. تقدروا تضغطوا عليها وتشوفوا فهمكم للمادة. يعطيكم العافية.